السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد من خمس اشياء، واليوم بنتكلم عن خمس اسباب تجعل فورتنايت افضل من ببجي. فخلينا نبدا. اللعبه ببلاش. من اهم الاشياء اللي تخلي فورتنايت افضل من ببجي هي ان اللعبه باتل رويال ببلاش، مو مثل ببجي ب$50. صحيح انه بعض الناس بتقول انه فورتنايت انه بيتا، ولكن لا ننسى انه ببجي ايضا لما كان بيتا كان ينباع $30. الرسوم، هي في فرق واضح انه فورتنايت تتفوق في الرسوم اكثر من ببجي. صحيح انه ببجي رسومها واقعيه، ولكن ما هي مثاليه مثل بعض الالعاب الواقعيه برسوم خرافيه، ولكن فورتنايت الرسوم الكرتونيه فيها جميله والالوان خرافيه، وضبطوا فيها ايضا تحركات وانيميشن الشخصيه مثل اوفرواتش. اللعبه تنلعب، وهذا الفرق الكبير بين اللعبتين، انه فورتنايت لعبه تنلعب والتحكم فيه جدا سلس، واللعبه خفيفه وتشتغل على 60 فريم على اجهزه الكونسول، عكس ببجي اللي فيها الى الان مشاكل في اللعبه غير جلتشات وتعليقات اللي تحصل في اللعبه، غير انه اللعبه اداءها سيء على جميع الاجهزه وتحتاج اجهزه بمواصفات عاليه عشان تشتغل اللعبه على اعلى من 60 فريم. لعبه فورتنايت متوفره على جميع الاجهزه ما عدا نينتندو سويتش. اللعبتين ما نزلوا على السويتش، ولكن فورتنايت نزلت على البي سي والبلاي ستيشن والاكس بوكس والجوال، بس ببجي ما نزلت على البلاي ستيشن، وهذا اللي يجعل فورتنايت لها شعبيه اكبر. البناء والتحصين، وهذه ميزة أخرى لتفوق فورتنايت على ببجي، وهي أنك تقدر تحصن نفسك بالبناء، وأيضا تقدر تروح لأماكن صعبة ومرتفعة عن طريق البناء. بعض الناس تضايق أنه يقول لك أنه أنا أطلق على الواحد بعدين ألاقيه يبني على طول ويحصن نفسه، بس هذا كمان فن في اللعبة أنك تعرف كيف تبني، مو بس فقط الفن في التصويب، وإنما تحتاج كمان فن في سرعة البناء. كذا نوصل لنهاية الحلقة، إن شاء الله عجبتكم الحلقة، وأيضا اكتبوا لنا في الكومنتس إيش في أشياء تجعل فورتنايت أفضل من ببجي، وأيضا إذا عندك أسباب تجعل ببجي أفضل من فورتنايت إلا تكتب لنا إياها في الكومنتس عشان ممكن نسوي حلقة ثانية إذا بغيتوا. كان معكم عمران الحازمي، يعطيكم العافية على المتابعة، نشوفكم على خير ومع السلامة.